غادي نهضروا على الناس اللي عندهم لي زانفون لي زانفون كي سون هايبر اكتيف. الوغ فو كومبروندر واحد الحاجه, طون انفون الي اكتيف يفو لو جيري بون مانيير ولا اون اوتر. يعني خاصك انت كيف تعاملي مع ولدك على اساس انه اكتيف هذاك الولد. حنا اش تنقولوا طير بالعربيه, كتقول لك نو هذا لا العصا نو العصا سي نو العصا سي ماشي هي الطريقه اللي تقدري تربي بها ولادك, باش نكونوا متفقين. يعني انتيا بحال كتضربيه فاش كتضربيه بحال كتزيدي تقولي ليه دير هذيك الحاجه, ولا كتزيدي تقولي ليه كتزيدي تقولي ليه جهل عاوتاني هي كتجهلي فيه. هذه الاولى. ثانيا خاصك تفهمي الزوينه ديالي انه الدراري الصغار يقدروا ما كنفهموش غادي نهضروا من البيبي من كي يخرج الوليد كيفاش باش كيعبر الوليد اللي ما كيكونش كيهضر كيعبر بالبكاء البكاء هو باش كيعبر. فاش انتي كتهضري معاه خاصك تعرفي باللي الام اللي كتكون حامله راه كتكون ديجا واحد سبحان الله واحد كتكون عندها واحد العلاقه بينها وبين الجنين اللي في كرشها. اوكي فانتي فاش يكون في كرشك تبدا تيتكون فاش تتكون يعني تيتكون البيبي كامل راه كيسمعك خاصك تعرفي راه كيسمعك. الكورونا هنا واخا يخسروا لك احسن ما كاين كتحسي بشي حاجه ناقصه. اكزاكتومون شنو الموضوع كنهضروا على الدراري الصغار راه كيسمعك. سكيفي اول حاجه هي اش هي خصك تعرفي باللي وليداتك ولادك راه كيسمعوك ان اذا خصك تهضري معاهم خصك تهضري. غادي نحاول ما نقراش تعليق باسكو التعليق كيخرجوني. الوغ كي قلت لكم انت خصك تهضري مع ولادك, الا كان كيطير خصك تهضري مع ولادك, الا كان درويش خصك تهضري مع ولادك, الا كان بزاف كيسد عليه خصك تعرفي علاش. يعني الوليد ديالك خصك تعرفي كيفاش تتعاملي معاه على حسب الحاله ديالو. فكاينين برامج في اليوتيوب وكاينين برامج كاينين يعني اخصائيين ديال التربيه ديال الاطفال, لانه دروكا ولينا ما بقيناش اش كنعرفوا واش كناكلوا طاقه كنشريوها وكناكلوها ولا ما عرفت. فوليداتنا تبارك الله كتلقاي عنده عامين كيتجاوب معاك كيهز التليفون كيقول لك بيت اليوتيوب كيقول لك بيت هذا بيت هادي بيت داك بزاف نتاع الحوايج. الموضوع ما عندنا ما نديرو بحيت انت ما عندكش وليدات, ولكن هذا الموضوع الناس اللي عندهم وليدات عندهم ما يديرو به. غادي نهضر عليهم فيت في هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه الا ما كاينش واحد التحاور بينك وبين وليدك راكي ما غاديش تفهميه, وهاد التحاور ما تخليش حتى يفوت حتى يدخل مرحله المراهقه. حيت بمجرد ان الطفل ديالك كيدخل مرحله المراهقه وما كيكونش عندك اليه يعني واحد 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 العلاقه نتاع الهضره بينك وبين بنتك او بينك وبين ولدك فسي تخوطا. حيت فاش كيدخل مرحله المراهقه ما تيبغيش باقي يهضر, المراهقين ما تيعاودوش لينا حتى شي حاجه. هادي خصك تفهميها. فالبنات اللي عندهم الوليدات صغار حاولي تهضري معاه, عنده 4 سنين حاولي تهضري معاه, عنده 3 سنين حاولي تهضري معاه, عنده 5 سنين غادي تيكبر حاولي تهضري معاه بالهضره. اون ريغلتو شتي بالهضره اش بنقول لكم بالهضره حتى مع الكبار. ابخي كاينين الناس الله يهديهم اللي ما كيعرفوش يهضروا ما كيعرفوش يتحاوروا, سا سي اوتخ شوز, سا سي عقد نفسيه عندهم. مي انا بالنسبه لي التحاور هو اهم حاجه خصها يكون معتمد عليها الانسان في حياته, سواء في العمل ديالو ولا في الصداقه ديالو ولا في لا فامي ديالو ولا في مع الزوج ديالو الزوج ديالك مع الوليدات ديالك مع الوالدين ديالك. عندك مشكل عندك اي حاجه شتي انت مثلا نقول لك شتي ما كانش عندك لا كومونيكاسيون مع الناس الا بحال ما عندك حتى شي حاجه في حياتك كتخسري كل شيء. علاش باغ اكزومبل الا ما كانش عندك كومونيكاسيون شتي الا بغيتي تمشي غير تشري غير شي حاجه بغيتي ديري ان اكزومبل تري سامبل و بانال, بغيتي تمشي تركبي وي في ولا بغيتي ديري ان فورفي في التليفون ديالك. شتي الا ما كنتيش كتعرفي تحاوري وما دخلتيش معاهم الشقاق هما ما غاديش يقولوا لك اشنو اللي غادي يناسبك
يناسبك انتي. فانتي الفو كروزي وباش تكروزي خاصك تكروزي بلسانك، باسكو الانسان اللي كيكون كيهضر كيكون جد مثقف، تيكون جد مثقف. فوليداتك يعني زرعي فيهم هذا الموضوع، هذا عندهم مشكل، عنده ان بروبليم وليدك، اوكي اون ريغل سو بروبليم، تجلسي معاه كيسك سباس اشنو واقع قول لي عاود لي. وي دي فوا شوفوا كاينين بزاف نتاع كيوقعوا باسكو ما كنعرفوش ولادنا واش كاينين. كاينين بزاف الحوايج كيوقعوا لولادنا حنا ما كنعرفوهمش، كاين كيتعرضوا ليه وليداتنا من طرف عائلات تجاولنا، كيوقعوا ليه كيطيح فيه الدري الصغير من طرف العائله، من طرف الاستاذ، من طرف الجار، من طرف من لونطوغاج ديالك، من لونطوغاج ديالك كيطيح البنت ولا الولد. فاذا به هذاك الولد ولا ديك البنت ما كاشنو كيدير، ما كيقدرش يجي يعاود لك باسكو ما كايناش العلاقه، يعني ما كايناش هذيك العلاقه بينك وبين ولدك. انت كتحبكي واش الولد اشنو خاصو، خاصو غير الماكله والشراب واللباس اون طابليت اي سا شومبر وصافي. اشنو دابا تنهضروا عليا شطا على الطا انا مراكشيه. الوغ بمجرد واحد ولدك ولا بنتك ما كت كتقتلني بالضحك فريمون، دي بانا اللي كيهضروا في هذا الموضوع هذا. فاش بنتك ولا ولدك كيقول ليها خالك عمك ولد خالك وبنت خالتك ولد خالتك اكس ولد راجل، كيهضر لولدك كيقول لولدك ولا لبنتك شي حاجه كيفا با. الا كان بينك وبين الاطفال ديالك واحد لليوم واحد الكومونيكاسيون اوتوماتيكمون غادي يجي تيجري عندك غادي يقول ماما راه قال لي راه قال لي، ما قالكش انت غايقول مثلا الولد غادي يقول لباه لا راه قال لي لا راه. فانت غادي انت اللي غادي تعبري الكلام فين غادي باسكو الولد ما غاديش يعرف. فاحنا بعدا نقدنا، منين نقدنا؟ نقدنا داك الولد من شي كاتاستروف اللي كانت غادي توقع. حوايج اللي انا ما قداش نفهمهم، وعلى الاسف ان الناس تتانيوغي هاد المواضيع ولا كيجيوها مواضيع ثقيله على القلب باسكو سي دي جامين عندهم 20 عام ان سون فو دو انا اش كنعاود ولا شي واحد اخر اشنو كتعاود. الا بتهضر في هذا الموضوع، موضوع اجتماعي، موضوع حساس كثير حساس، ماشي حساس بزاف، هي حساس لدرجه انه كيخوف فهمتوا. فانا غادي نحيد لي كومونتير. يلا هاي كبدو، يلا كتبي دابا. الوغ قلت لك فالموضوع فاش كيكون حساس لهاد الدرجه قدر الناس ما غاديش يعجبهم، ولكن انا كنظن بلي موضوع قبل ما تطيح ما يطيح الجمل، فاش تطيح الجمل تيكثروا الجناوه. حنا دائما ما كان حنا سبحان الله حنا الشعب اللي كيبغي حتى تتوقع المشكل عاده باش كتردي البال لولادك. حتى وقع المشكل هذاك الوليد ديال طنجه، انا كنت تتروماتيزي فاش كنت ديك الساعه في سويسرا، داكشي اللي بكيت عليه ما بكيت عليه غير بوحدي عاده باش توقع هذاك المشكل. هذا باش الناس ردوا بالكم، كاينه اللي كانت كتصيفط ولادها صغار باسكو هي ساكنه حدا المدرسه كتصيفطهم بوحدهم وكتقول لي ماشي مشكل جيب بوحدك انا تنطلع عليك من الشرجم. وكاين 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 كاينين بزاف نتاع الحال. علاش كنبغيو حتى نطيحوا في المشكل عاده باش نهضروا فيه ولا عاده باش ننقضوا. فانا الا كنت انا عايشه في غابه، انا ما عايشاش في ديزني لاند، انا عايشه في الغابه. حنا ولينا عايشين في الغابه، ما تقدريش تخلي ولدك. كنا حنا لعبنا لا جينيراسيون ديالي، يا ما لعبنا في الدرب، يا ما حلقزنا في الدرب تاع عينا، امبوسيبل يجي يهضر معاك شي حد. دروكا ميم الاحياء الشعبيه دابا مساكن ما بقاوش كيقدروا يخليو وليداتهم يخرجوا، ومن حقهم باسكو كاينين عايشين مع 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 اش بنقول لكم، ما عرف ما بقيناش عارفين مع من نعيش، ما غاديش نسمي ما بقيناش عارفين مع من نعيش.
ومن حقك انت تخافي على ولدك، حيت خصك تخافي، حيت حنا في واحد الزمن اللي خصنا نخافوا على وليداتنا. ما تسنيش ولدك ولا بنتك طيطي وقع ليه شي مشكل هذا باش تقولي المهم تاع حمار يمشى. لا تبكيش ديك الساعه، نو ما تبكيش، بكي دابا. دابا يفو فيغ لي دوفوار ديالك. لي دوفوار ديالك هما اشنو؟ ما تردي بالك لولدك، هما تسوليه. خصك تعرفي بلي الوليد فاش كيدخل من المدرسه بلوز اون مون كيبغي الكوتي، ولكن راه فاش كيبي الكوتي او ميم طون الوغ غاكونت ميم هو ما بغاش يهضر، ميم تيقول لك نو مي اغيت ولا ولا يرمي لك الشكاره ولا شي حاجه. اول حاجه كيوصل واحد السيغتاناج يبدا واحد الخمس سنين ست سنين غادي ينوض من بلاصتو، غادي يسلك البيجاما ديالو. علميه يطوي البيجاما ديالو ويشتي هذاك الفرنش غير يسرحو هكا، حنا ما قلناش غادي يبليي يقادو مزيان نو، ولا يطويه ولا نو، غير رمي غير يقاد غير يحسي بالمسؤوليه. اليوم كاينين غدا ما كاينينش، حسي ولادك بالمسؤوليه وريهم دخليهم في معاك في حياتك. شتي ولادك خير ليك من البشر كاع نهائيا، عطيه الوقت، انفيستي السوايع ديالك، الوقت ديالك، شتي داك الوقت اللي انت بغيتي تعطي لشي شيخي تبتفر عليك قبك وبتبقى كتهضر لك غير على صاحبها ولا بتهضر لك على راجلها الفرعين تاع الراس، عطيه لبنتك، عطيه لولدك. ديري دي زاكتيفيتي لي زانفون ديالك، ديري لهم لي زاكتيفيتي. انت ما انت ما خداماش، خدمي على ولادك. هادوك سي دو لانفيستيسمون، هذاك سي تان بروجي، هذاك ولدك ولا بنتك سي تان بروجي. قري رب التربيه زوينه، شوفوا شحال فاش تنتلاقاو مع شي ناس هكا في الزنقه وكتلقي شي وليدات زوينين ومربين، تتقولي تبارك الله ولادها مربين، ولا اش كتقولي في الجماع تبارك الله ولادها جنون. خصك ما تبقاش تجيبهم، لا سمحي لي الوليدات اللي دايرين بحال ماركا بلاش منهم اختي، انا اللي عندي الاولاد بحال ماركا ما نديهمش عند الناس. انا احسن تدي ولادك ويجلسوا وديري ها ويجمدوا، ماشي الضرب، الهضره الكومونيكاسيون. كنعاود رجع نقول لك الكومونيكاسيون راه اهم حاجه مع الدري. ابخي ولدك اكتيف، باش كنقتلوا الولد لاكتيف بلي زاكتيفيتي، خرج من المدرسه ياخذ الكوتي، من الكوتي يمشي للكره، من الكره يعني تو لي جوغ عنده ان تروك، فهمتو؟ يوميا عنده ان تروك، غتوصل 8 غيولي يقلب هو على فين باينه، غيولي يطيح لك كي دوده. مي ماشي الولد عنده ما عنده حتى شي حاجه، عنده غير الوقت كيجي كيبدا جاهل الولد، باسكو هو طاقه، هو وليد صغير من حقه. بالعكس هو مزيان يكون اكتيف وبي بي يطرطق ديك الطاقه. فاش بيان سو غادي تطرطق عليك في الدار انت الا ما كنتيش الا ما كنتيش دايره لي زاكتيفيتي نتاعو على المدرسه مثلا، ولا ما كنتيش دايره لي دي زوتر اكتيفيتي. ودابا تبارك الله المغرب راه تقدم لواحد التقدم رائع في هادشي نتاع نتاع نتاع. ديري لي الكاراتي، ويلي راه الكاراتي دار 120 درهم الشهر يضرب طيعيه، شري لي كيمينو وديري لي الكاراتي وخليه يلعب. يعني ولدك ولا بنتك ضروري ما تحيدي لها الطابليت وما تهضري معاه. فلانة اجي قولي لي كيس كيس باس، اشنو داز اليوم في المدرسه، كلشي بخير، لا ميتريس كي كانت معك والاستاذ وهادي وطال، وشكون اللي شتي وشكون اللي يهضر معاك وهذا وهادي وهادي وتجبدي منها الهضره. الا فاتك الوقت نتاع 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ترحمي على نفسك. جامي بنتك تكون صاحبتك وجامي بنتك تعاود لك، خليها تعاود لك. البنت حوزها عندك، الولد خليه بغات يحوزو عنده. جامي بنتك غادي تعاود لك، انت بغيتيها تعاود لك، بغيتيها تشارك معاك النقاشات ديالها، 14 15 عام تكون عندها النويدات صغيورين كيعجبها راسها نورمالمون نور فو فيغ سا فو فيغ سي فو فيغ وي بشويه 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 بشويه. تي اشنو بغيتي تكوني بنتك من دوك البنات اللي كيلبسوا الحوايج وكيديروا الحوايج اخرين في الساك ولا في الشكاره، وكتمشي تابا في المدرسه وتسلت وتعاود تلبس، باسكو انت خليها ما تلبس صايا، خليها با ما باش يخليها غادي تهضري مع با بينك وبينو. خليو البنت تلبس صايا، خلي البنت ماكي، خلي البنت تعيش
ديري في ولادك الثقه، حسيهم انك انت تايقه فيهم. بمجرد ان ولادك كتحسيهم انك كتثقي فيهم، فتاكدي انهم عمرهم يخذلوك. دائما اش كتقولي؟ نو انا شخصيا انا اختي دائما بابا مسكين عاتينا الحريه التامه لدرجه كتحشمي تلمو عندك الحريه. الا كاينه شي وحده من القصبه تعاود لك وين نعمه التربيه، جوجنا ودرنا ولادنا ما كتبش يلا طلق بخير وعلى خير، راجلي مع اختي مع راجلها الحمد لله بخير وعلى خير، انا مع راجلي الحمد لله بخير وعلى خير، ما خرجنا نيش مكاره ني يدك ني نخليك الحمد لله. يعني يبا فرحان بينا فيغ، كنت كنبغي ندير شي حاجه، كنت كنبغي زعما مني ما كنت من دوك البنات اللي كيتخبا ولا كيلبسوا بالتخبيه ولا 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 تمشي تصاوب شعرها بتخبيه ولا تماكي بتخبيه ولا تعكر بتخبيه ولا دير شي حاجه بتخبيه. تصايي ما عنديش داكشي فيه السوق، كنت انا باغيه غير نخدم وباغيه نخلص بيرمي ديالي لراسي وباغيه علاش الثقه. ديما كنقول لا مسكين بابا ثق فيا مسكين لا ما نقدرش ولا اقسم بالله، ديما كنقول لا كنقول لهم لا ما نقدرش والله الا بابا مسكين نقول عليه انا انا قلت لبابا بغيت نمشي لابواط، النوبه الاولى ما بغاش، النوبه الثانيه ما بغاش، النوبه الثالثه ورد جبالك اوكي الوحده تجي بابا راه الوحده تتحل لابواط اوكي يلا ثلاثه هو ثلاثه وشد اوكي قسم ما عيط لك بابا راه ما تنسمش عادي. خاصك يدوزي كلشي في حياتك ديالك، خلي لادوليسون ديالك يدوز مرحله المراهقه كيما هي. ولينا كنشوفوا عيالات عاد بغات تلبس المينيه، واش انت مرا عندك الولاد وقدك قد الفاغور وبغيتي تلبسي المينيه؟ نو انا كيعجبوني العيالات، كيعجبوني العيالات يلبسوا، تيعجبوني العيالات يتقادوا، كيعجبوني يكونوا انيقاد، ولكن لبسي وتقادي على قدك. ماشي تمشي تشري ليا صايا نتاع بنت 12 13 14 عام نتاع بنات الليسي وتلبسيها وانت ماشي حتى شي وحده رقيقه. انا ريغور العيالات اللي كيكونوا رقيقين اوكي، ولكن انت قدك قد الكاميون، قدك قد الكاميون جروك ودايره ليها لي بون دايره ليها فلان ولبسه داكشي مقطع مقد نو سي موش ما شيري، ماشي انتي على مود، مي انتي ما كتفهمي والو في لا مود، باسكو اون بو اتر على مود بدي تروك ديال لاج ديالنا. كنوصلوا لواحد سيغتان لاج كيخصنا نلبسو الحوايج ديال لاج ديالنا، كيخصنا نلبسو الحوايج اللي بيواتيونا. قالك لبس على قدك يواتيك، انا عندي 20 عام بتلبس حوايج 20 عام، انا عندي 50 عام بتلبس حوايج 50 عام. سري بلات كاينين القويمجات كاينين دي جوب، مي ما غاديش نلبس انا مسبوغ ومشرق ومقطع ومقرض وتسحب لي انا راه فاشن. نو ماشي غير انت ماشي فاشن، انت قلت الحياه اللي فيك، انت واحد الانسانه اللي ما عاشت الطفوله ديالها مقاده. فاش كنقولوا مقاده دو اون ليبرتي، تكون فيها ليبرتي، فاش تكون فيك ليبرتي، فاش تكون عندك الحريه، الحريه ولدك بنتك تكون عنده الحريه، كتبقى غادي انت كتشوفي التطور كطور. اما من تي كتلاحظي ها هي كدير لي بوكل كثار، ها هي كتدير لي شين كثار، كدير خواتم كثار، شوي شويه بدات تنقص، صلات 20 عام هي بدات قد الشعر، هي بدات يعني كتشوفي داك التطور وزوين. يعني المرحله كل مرحله الطفل او الدري الصغير كيعيشها كتكون زوينه الا شتي ولدك ولا بنتك كيعيشوا المراحل ديالهم. ويلا عاش لك شي حاجه ما يعجبكش تتولي تقولي اولا يا كيك شوز كي با با، وديك الساعه خصك تحلي عينيك ودنيك وقراجتك. ما نو ما شيغي سي ترو طار، باسكو كان عليك تحليهم قبل ما قبل ما يتفح عليك الكيل وقبل ما تقدرش باقي تشدي ولادك. كنهضر على الامهات اللي باغين بناتهم ولادهم يخرجوا لهم بنات ويخرجوا لهم ولاد. ابخي كاينين الامهات والله يستر يا ربي تستر اللي هما كيساعدوا البناتهم على باش يخرجوا على باش هذا نوضي جيبي اختي الفلوس نوضي ديري نوضي فعلي لاخش خارجه هذا الشيء تتقادي تصاوبين من نو no. وديك شي خساره وحشومه. انا غادي نرد لي كومونتير
فهمتوا البنات فهموا الله يصاوب امين يا ربي. فالبنات هذا موضوع اللي فريمون قليل اللي كيشارك هذا المواضيع بحال هكا، ولكن يوسف ولكن احبيبي ديالي عافاك 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 الله يخليك. راه كنشوفوا هذا الشيء، ما غاديش نقولوا ولينا كنشوفوا البنت وما في القهوه وقاعدين وكيتصبصه على غيغ انت كتخرجي دبري حياتك، بغيتي تهضري بغيتي تصاحبي بغيتي تعيشي حياتك اوكي، سوقك هذاك مين ماشي مع امك عطاك الغمه، هادشي راه كاين ولينا كنشوفوه، هادشي كاين ولينا كنشوفوه. فإلا كانت عندك الحريه حبيبه ديالي فتبارك الله كانت عندك الحريه كتعرفي تستغليها، فاش كل ممنوع مرغوب، وانا عرفت الممنوع مرغوب من وانا صغيره، وزاد عرفت ممنوع مرغوب في سويسرا، اي حاجه ممنوعه مرغوبه الا وانت باغياها، تشوفي هذيك ممنوعه مرغوبه هذيك مانعه عليك الدار عاد باش غادي تجريهم. ف كنتمنى فريمون كنتمنى من جميع الامهات اللي متابعيني وجميع المتابعين اللي متابعيني انهم يكون ياخذوا هذا الموضوع منه شويه، ياخذوا غير شويه من الموضوع ويحاولوا. انا ما قلتش لك ما تخرجيش مع ولادك، انا ما قلتش لك ما تلبسيش، انا ما قلتش لك مي حبيبتي لبس على قدك يواتك سي تو سكو جو دير، بصح عندك الحق انا بابا ما كيهضرش معايا على اللباس وتا حاجه، ولكن نهار خطيت قال ماما بركه من دوك الحوايج وفاش تزوج قطانات راسي الحمد لله لبست حجابي وولد وليداتي اكزاكتوم. والله يهدي الجميع الله يهدي الجميع، مي يعني الدراري الصغار الدراري الصغار سخت. انا غادي شحال من حاجه تقول لك نو انا يا شو با بوزيسيوني باش انا اللي نهضر على هذا الشيء هذا، باسكو بنتي ما كتعيش معايا، بنتي ما كتعيش معايا، مي الله يعطيك تربيت بنتي والناس اللي كيشوفوا بنتي واللي كيشوفوني وعارفيني مع بنتي كيقولوا واو تبارك الله ما شاء الله كتزحف المراه في الارض فاش كتشوفني مع بنتي، حيت كنقول كلمه نوبه ما كنقولهاش جوج، وكاين حوار في التليفون وكاين 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 وكاين. دابا هادي اللي تتضرر على حد بنتها وتبعت صاحبه حتى التليفون واحد عشان تعيط لبنتها. خذي اللي بغيتي من كلامي من قولي اللي بغيتي وماشي سوقك هي 160. انا 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 يعني بيرسوناج بيبليك خصني نهضر في جميع المواضيع، الظروف ديالي ما كيهم حتى شي حد، وما عندكش الحق تهضري عليا وما عندكش الحق حتى تقولي لا لا حيت بنت ماشي سوقك، هذاك السوق بعيد عليك كل البعد، فهمتي يعني انت شوفي حالتك قبل ما تجي تهضري عليا كبغيتي ديريها وبغيتي ديريها وتقولي ما شاري قدر انا هاد السيده كاع حسن مني، علاش باسكو اوما انا شاده فمي وما كنكتبش. شوفوا عرفتي شنو اللي كتجيني ديك اللي كتبقى كتخبى من ورا ليكرون باسكو غالبا ما كتقلب على التصاور تاع خوتي هادي، ما كتقلب على التصاور نتا وعلى لياتها البومبات الزينات الفرعات الفاروع اللي كيحشموا وكتحط لكم بروفيل وتتخبى هي من ورا واحد التليفون ديالها ياك، وتتجلس تكتب لياتها اللي هما انا، وتبدا تكتب لعباد الله وتبدا تجرح، ما انت ما قدش تقدر تجرحيني حبيبي ديالي حيت انا وصلي المستوى الفقهي كنعاود نقولها لك عاد باش نجي نهضر معايا. انا ماشي لحد بنتها حتى ضروري هنا انا كتير. شوف نقول لكم واحد الحاجه انساو موضوع انتم انا نسم فيكم نعطيكم هذا هما سلبيين، هما سلبيين. كاين اللي جالس مع ولادو ما كاينش الحوار، كاين اللي جالس مع ولادو ما كاينش الحوار، كاين اللي جالسه مع ولادها يا ريت ما جالسه مع ولادها من الصباح وما طال وهي كتقيل في طوموبيلاتها من قهوه لقهوه من خروج لخروج من قالا لقالا من سواري لسواري الجمعه لقالا السبت لقالا الحد لقالا تقللت على الايام،
نهار وما طال وهي خارجه، انا نهار وما طال وانا في داري. اوكي،